And there should be no mistake. We will not tolerate it, and will reach out for those who initiated it. Once they stop, Israel will keep its guns off. But if they will continue, then they will live to regret it. التصعيد يتحمل مسؤولية العدو الإسرائيلي الذي بدأ هذا الاستفزاز تجاه لبنان وتجاه السيادة اللبنانية والأرض اللبنانية منذ يومين عندما اغتال المجاهدين من حركة الجهاد الإسلامي. إذا التزم الإسرائيلي بوقف التصعيد فإن المقاومة الإسلامية قامت بواجبها في التصدي لهذا العدوان، ويكون الذي قام بالاستفزاز هو الذي بدأ بالتهدئة.